تبص على التوقيت؟ الموتوسيكل ده اتحرك من قدام الكنيسة قبل وصول الزفة بعشر دقايق بس. تمام يا باشا، ده الفيديو بتاع تفريغ كاميرات الكنيسة سعادتك. بالظبط، لسه واصلني دلوقتي حالا. ركز مع الواد اللي على ظهره شنطة ده. بص دلوقتي بقى فين؟ الشنطة مش على ظهره وراكب الموتوسيكل وبيتحرك. سعادتك، ما احنا لازم نعمل نشرة مواصفات الموتوسيكل دي ونبلغها لكل الأكملة اللي نصبناها. بالظبط كده، وأنا هخليهم يكبروا صورة الواد ده يمكن حد يتعرف عليه. نبع الرجالة، مفيش عربية تعدي من غير ما تتفتش ونتأكد من شخصية اللي ركبنا. تمام يا فندم. أبلغ حالا يا فندم؟ يلا يا حسين. ألو عمليات؟